ورجعنا لكم مرة تانية مع 7 دكتورز ومع دكتورة. أنا فخورة أن هي موجودة معنا النهاردة في 7 دكتورز، وقد إيه بتنقلنا ثقافة ودراسة درستها برا مصر عن التغذية العلاجية، قد إيه مخاطرة السمنة بتكون كبيرة جدا، رغم أن إحنا بناكل مش بنحس بنفسنا، ولكن التعب بيزيد واحدة واحدة والأمراض بتزيد واحدة واحدة، ومنهم طبعا السمنة الزيادة، معاها طبعا ضغط عالي، معاها سكر، ممكن تكون السبب في العقم لأن الهرمونات كلها بتتلخبط. النهاردة هنعرف منها أنا إزاي أخس بصورة صحيحة، صورة طبية علمية ما فيهاش انقاص وزن مع انقاص او ضياع في الصحة، لا فيها صحة جيدة. خليني ارحب بدكتورة سارة عبد الله صقر، دكتورة التغذية العلاجية جامعة ستانفورد الامريكية، ماجستير التغذية العلاجية كلية ستانفورد البريطانية، عضو المنظمة الدولية للصحة العامة والتغذية العلاجية، عضو الجمعية الاوروبية للتغذية العلاجية بسويسرا، عضو هيئة البورد البريطاني للمحترفين، دبلومة التغذية العلاجية الجامعة الامريكية، دبلومة التغذية تغذية المستشفيات جامعة بوستون. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. يعني ما شاء الله ما شاء الله، تايتل أيوة. مشرف. ميرسي. ويعني قد ايه احنا بنتشرف بالدكاتره الشباب، ولكن هم معاهم ثقافه كانهم ناس كبيره في السن. الحمد لله. ونجاحك الحمد لله كل يوم بيزيد. الحمد لله. لله. عشان كده كنا مصرين حضرتك تكوني موجوده معانا في 7 دكتورز. اولا ما انا لسه عايزه اقول لك الحمد لله على السلامه من رجوعك معرض اسطنبول الدولي. صحيح. والتركي كمان، الدول العربيه والتركيه. الملتقى العربي التركي. مصر اول مره تشارك في المؤتمر ده. بصراحه كان بيمثلها الدكتور احمد السكري رئيس هيئه الرعايه. الرعايه الصحيه في مصر. كان هو بصراحه يعني هو كان طلع وقال كلمه حلوه قوي عن مصر. وكانت حاجه جميله قوي ان مصر كانت اول سنه ليها السنه دي تشارك بعد طبعا توطيد العلاقات ما بيننا وما بين تركيا. أوكي. وكانت حاجه جميله جدا لان الوطن العربي كله كان موجود هناك. ودكتور احمد بقى ما سكتش، قال انا عازمكم كلكم على ان احنا طورنا 103 مستشفى، وقعد يتكلم على قد ايه مصر في الفتره اللي فاتت دي اتطورت من المستشفيات والعموما يعني والهيئات الصحيه كلها. ودعاهم ودعا كل الحاضرين ان هم طبعا يبقوا موجودين في مؤتمر شرم الشيخ في شهر 11. طب احنا كمان لازم نكون معاكم يعني خطوه بخطوه في المؤتمر ده، لان احنا اكيد هنكون فرحانين ان مصر طبعا بتجمع كل الدول العربيه. طبعا. خليني كمان اسالك عن مشاركتك داخل المؤتمر. بصراحه كانت حاجه حلوه جدا، حتى كل يعني مثلا انا قابلت صحابي دكاتره من تونس ومن المغرب ومن الجزائر ومن فلسطين. يعني عايزه اقول لك كلنا انبهرنا بفكره يعني التطور الجامد جدا اللي اوروبا عموما او تركيا عموما وصلت له. اوكي. فحقيقي لما شفنا حاجات احنا نفسنا استفدنا منها، وزيارتنا للمستشفيات احنا برضو استفدنا منها، ده بيمباكت علينا بقى ان احنا هنا ده بنيجي بنطبقه عندنا في بلدنا. نقل الثقافات دي بقى حاجه مهمه قوي. هي دي كانت الغرض الوحيد من المؤتمر. نقل الثقافات، ان انت حتى يبقى عندك احنا بنبقى حتى قاعدين مجتمعين كل واحد بينقل الثقافه والحضاره اللي عنده. ان هو عنده ايه ومؤثرين في ايه. طب خلاص احنا ممكن احنا كبلد تانية نشارك بايه طبعا، واحنا اللي عندنا اللي بيميزنا التاني مثلا نقدر ندخله، واللي ينقصنا نقدر ان احنا وهكذا. صح، صح. هي دي الفكره، الغرض منها ان هو فعلا الثقافه المتبادله ما بين الشعوب العربيه. حضرتك مميزه ان يعني انا غير التايتل، انت في بلاد كتير قوي بتشاركي. أيوة. في مؤتمرات، يعني مؤتمر التغذيه العلاجيه بسويسرا. ايوه، لان المؤتمر انا عضو في المنظمه الاوروبيه. عالمي يعني. وحضرتك شاركتي فيه. انا لسه ان شاء الله باذن الله. انا مش عايزه احسدك يا جماعه، شكلها صغنطوطه، ولكن هي ما شاء الله، يعني زي عارفين انتوا لما تلاقوا كده حد صغير في السن بس عالم مخترع، فانت عديتي الكلام ده. ميرسي يا حبيبتي. انا طبعا لاني انا عضوه في المنظمه الاوروبيه للتغذيه العلاجيه. أوكي. فطبعا المؤتمر ده بيتعمل مره كل سنه. فطبعا بيبعتوا لينا الانفيتيشن، بس دي بقى بتبقى حاجات حلوه جدا بقى. طبعا بيبقى حتى احنا ستيل لسه بندرس، لسه بنتعلم طبعا، لسه ستيل محاضرات بتتعمل لينا وحاجات كتير بقى. ده المهم، مش احنا يعني مش دكتوراه وبس، لا. صح. ايه اللي بعد الدكتوراه؟ بعد الدكتوراه ده ما لا نهايه، يعني لازم ان احنا حتى كمان ان الابديتس توصل لنا،
لا احنا اكتشفنا، يفضلوا يقولوا لنا احنا اكتشفنا في السنه اللي فاتت دي الامراض المزمنه كانت 1 2 3 وعملنا معاهم علاج 1 2 3 ولغينا الماده الفعاله 1 2 3 وابتدينا ان احنا ندخل وهكذا. فهميكي اللي هو بصراحه مفيش في العلم ستوب او خالص او اقف عند الخطوه أبداً. دي، لا احنا كل شويه بنحاول بنطور نساعد. وده طبعا حضرتك نقلتيه في مصر في التغذيه العلاجيه بنجاح كبير جدا، انت بتطبقي كل حاجه لان كل انسان او كل جسم بيبقى ليه طريقه معينه. طبعا ليه بادي تايب بتاعه، حتى كمان حاله صحيه برضو الخاصه بيه، الفاميلي هيستوري بتاعه طبعا ده كله بيختلف من حد للتاني. طبعا بقى في اللي الناس بتتعالج، هي مش بس التغذيه كسمنه ونحافه، لا اللي بيتعالجوا بقى بالتغذيه، حتى دكاتره القلب، دكاتره الجهاز الهضمي، الكبد والحاجات دي عموما طبعا بيبعتوا المرضى لينا، لان هو طبعا احنا رقم واحد يعني كاي مرض رقم واحد احنا لازم نبتدي معاه بالتغذيه طبعا، وبعد كده بنبتدي بقى معاه بالمرض يعني سوري بالعلاج بقى اللي هو مثلا ياخد اوريل او اي حاجه مثلا هياخدها في الجسم. بس التغذيه العلاجيه هي اسلوب حياه ولايف ستايل. صح، في كلمه حلوه قوي الدكتور قالتها، وهنا انا بتكلم عن الدكاتره الشاطره في اي تخصص، يعني دكتور قلب بيبقى عايزك تخسي طبعا، دكتور عظام عايزك تخسي طبعا، مثلا نساء وتوليد عايزك تخسي. صح. هو ما فيش مرض ممكن انا اروح بيت او لاي تخصص غير لما يكون عايز جسمي مظبوط، لان صحيح. مش معنى ان انت تخس ان انت يبقى انت رفيع، لا هم عايزين الجسم المظبوط. ايوه صحيح صحيح. طب تقولي ايه بقى يا دكتور بالثقافه اللي نقلتها لنا من بره مصر، الناس اللي بتجري بسرعه بتستسهل ويلا اعمل عمليه. طبعا العمليات ليها احترامها ودي طبعاً. بتتدرس وكل طبعاً. حاجه في الجامعات، ولكن مين نقول له انت خلاص روح اعمل عمليه؟ الناس اللي نقول لهم روح اعمل عمليه، طبعا كل الناس دلوقتي بقت تستسهل لان كل الناس عايزه تاكل اللي هي عايزاه، والاكل طبعا الان هيلثي، وفي نفس الوقت عايزه تخس. فاحنا مش معانا عصايه سحريه. صح. الناس اللي ليها عايزه تعمل عمليات دي بيبقى ناس ليها انديكيتور معين اللي هو اصلا خلاص ان هم لازم يعملوا العمليه، ان هو خلاص الاوبيس بقى اللي هم اوريدي، اصل السمنه دي ام الامراض. صح. فهم الناس المريضه بمرض السمنه وهم مثلا 200 كيلو او الكلام ده، لا ساعتها اقول لا احنا لازم نعمل عمليه. ليه؟ لان احنا مش يعني الوقت اللي هياخده معايا مثلا في ان هو يخس ده هيبقى وقت طويل، وتشز ان هو اوريدي هيمباكت على صحته برضو. فهمك. وهو بيبقاش قادر لان بيبقى عنده بينج ايتنج ديس اوردر وحاجات كده كتير يعني مثلا احنا بنشخصها، فبنسهل ونقول ان هو لا لازم يعمل عمليه. اما بقى ناس بيبقى مثلا استيل حتى لو هم 100 كيلو يعني بيبقوا برضو استيل عايزين يعملوا عمليات، لا يا جماعه العمليات دي ليها ناس معينه. صح. يعني ان ليها ناس وليها وقت زي ما ليها قلتي، ممكن تبقى في مخاطره. طبعا حد بيعاني من مشكله في القلب لازم يعمل عمليه ليها بسرعه. ريسك فاكتورز دايما ليها اعراض جانبيه في طبعا الارتجاع، وطبعا احيانا النزيف، وطبعا ان لازم طول حياتهم ماشيين على فيتامينز، تسريب وتسريب ممكن يعني طول حياتهم لازم يبقى ماشيين على فيتامينز. وخدي بالك ان بناخد يعني بيستأصلوا جزء من المعده ده. الجزء ده طبعا يعني بيبقى مسؤول عنه الابسوربشن بتاع فيتامين بي 12. يعني هيبقى طول عمر البي 12 ده اللي احنا بناخده من البروتين. صح. اللي هو بي 12 ده مصدره مصدر واحد بس ووحيد هو البروتين الحيواني ده. لما طبعا بيتم استئصال جزء من المعده خلاص هي ما بتعرفش ان هي اصلا اوريدي تمتص فيتامين بي 12، فبيفضل طول عمره طول حياته ماشي على فيتامينز وعلى حقن مش اورال كمان. اوكي صح. لان خلاص مش هيتم امتصاصها. ايوه صح. فطبعا بيبقى بياخد طول عمره طبعا حقن لفيتامين بي 12 وباقي فيتامينز، ودايما بيتابع من فتره للتانيه ايه الدنيا يعني التحاليل بتاعته عامله ايه. لان طبعا كمان هم بيبقوش قادرين ياكلوا، مش قادرين يشربوا ميه حتى كتير. ومفيش حد عمل العمليه كان ممكن يقدر يخس وهو يقول لا انا الحمد لله، او لا بيبقى ندمان ان هو بيعملها. صح. في ناس كتير نعرفها كده وكده، ولكن طبعا ليهم كل الاحترام الناس اللي هي زي ما حضرتك قلتي الصح فعلا بتاعهم للعمليه، هم عندهم امراض مزمنه او بالزبط. مشاكل سريعه لازم. أيوه نخسس. صح. الجسم ده بسرعه. صح. حضرتك دبلومه ايوه من امريكا تغذيه علاجيه الجامعه. أيوة. الامريكيه طبعا. وعلى طول بتسافري بره مصر. تركيا، سويسرا، درسة هنا درسة هنا. ففي ثقافه اكيد جبتها لنا عن الناس اللي عندها امراض مزمنه بقى. صح. وعندهم فتره ان هم عندهم وقت او عندهم مساحه ان الجسم ده يخس. صح. بصوره صحيحه. صح. نقول الناس دي ايه؟
احنا اقول ليهم طبعا ان احنا لازم اول حاجه بس لازم يقتنعوا بيها ان التغذيه دي هي لايف ستايل. اوكي. مش انا جيت لك يا دكتور وخسيت وبقيت تمام وسبتك تخنت. ايوه طبعا، يعني طبعا احنا هناكل اكيد هنتخن يا جماعه. صح. يعني اللي هو احنا لازم ان احنا نمشي بفهمهم الاول ده، انا لازم يبقى معايا هيلثي لايف كوتشنج، لان طبعا بيفهموهم ويقولوا لهم ان احنا لازم ان احنا يبقى التغذيه العلاجيه دي يا جماعه هي او التغذيه الصحيه هي لايف ستايل. دراستك بره مصر دي حاجه احنا مبسوطين بيها عشان يبقى عندنا دكاتره كده وكده، ويبقى عندنا دكاتره شاطره نقدر نفتخر بيهم في كل مكان. بس للاسف يا جماعه وقت فقرتنا قليل على العلم بتاعها، فلازم تبقي معانا في فقرات تانية إن شاء باذن الله. الله. بنشكر دكتوره ساره عبد الله صقر، دكتوره التغذيه العلاجيه جامعه ستانفورد الامريكيه، ماجستير التغذيه العلاجيه كليه ستانفورد البريطانيه، عضو منظمه دوليه للصحه العامه والتغذيه العلاجيه، عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه العلاجيه بسويسرا، عضو هيئه البورد البريطاني محترفين، دبلومه التغذيه العلاجيه الجامعه الامريكيه، دبلومه تغذيه المستشفيات جامعه بوسطن. وانا كمان بشكركم. فاصل ارجع لكم تاني بسرعه.